السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة جديدة من برنامجنا آخر النهار مع تامر أمين. حلقة يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 من الميلاد، والموافق أيضا 13 شهر ربيع الأول 1446 من الهجرة النبوية المشرفة. كل سنة وانتم طيبين. امبارح احتفلنا كلنا بعيد واجازة رسمية وفرحة وبهجة وتواصل وحلاوة مولد، احتفلنا كلنا بمولد النبي. والنهاردة الصبح كمان وفي قاعة المؤتمرات الكبرى في القاهرة الجديدة اقامت وزارة الاوقاف المصرية احتفال الدولة المصرية الرسمي بالمولد النبوي الشريف لخير الانام وخاتم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة كان احتفال مهيب يليق بالدولة المصرية ويليق بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وقام بتشريف الحفل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وكوكبة كبرى من رجالات الدولة من الوزراء والمسؤولين والسادة النواب والصحفيين والإعلاميين وكل ممثلي المجتمع المصري. في بداية الحفل تحدث السيد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والحقيقة أنا عايز أتوقف قدام الدكتور أسامة دقيقة كده تعليقا على حضوره النهاردة. مش حضوره يعني أنه هو حضر، لا، حضوره بمعنى السلوك والأتيتيود والأداء اللي أداه النهاردة، خصوصا أنه في حكم الوزراء الجدد. دكتور أسامة الأزهري هو وزير جديد في الحكومة الجديدة وتقلد لأول مرة منصب وزير الأوقاف. هتوقف قدام نقطتين او لمحتين. اللمحة الاولى متعلقة بالكلمة اللي قالها الدكتور أسامة الأزهري، والحقيقة كلمة اثارت اعجاب الكثيرين من الحاضرين، وكانت كلمة موجزة بس فيها الشفاء، تدل على دراية وتدل على قناعات وتدل على فهم وتدل على رسالة وسطية سمحة جميلة للخطاب الديني الذي يجب ان تتبناه وزارة الاوقاف وتتبناه الدولة المصرية كلها. ده بالاضافة طبعا الى لغته العربية ومخارج الالفاظ اللي بسم الله ما شاء الله يعني يحسد عليها. دي اللمحة الاولى. اللمحة الثانية في شخص واداء وسلوك الدكتور أسامة الأزهري النهاردة اللي الجميع لاحظه، هو الادب والاحترام. كان الدكتور أسامة الأزهري في منتهى الأدب ومنتهى التواضع ومنتهى دماثة الخلق، وكان في منتهى الاحترام خصوصا مع القامات الدينية الكبرى وعلى الأخص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف. في بعض اللمحات كده بتبين معدن الإنسان وبتبين أصل الإنسان وبتبين فص الإنسان. النهاردة الدكتور أسامة كان محترم وكان قاعد بيجل فضيلة الإمام الأكبر، حتى في كلامه عنه بيقول على طول أستاذنا ومعلمنا الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب. لما جت اللحظة بتاعت وقت إلقاء الدكتور أحمد الطيب لكلمته، الدكتور أسامة قام وشال الملف اللي فيه الكلمة بتاع الدكتور أحمد الطيب، شال الملف بنفسه ووصل الدكتور أحمد الطيب لحد الستيج لحد المسرح، وطلع وحط له الورقة كمان على المكتب علشان يقراه، في إشارة الحقيقة إلى إجلال العلماء وقيمة العلماء، وإنه الإنسان كلما تواضع كبر، كلما تواضع كبر. الناس اللي نفسها عالية واللي راسها عالية على الفاضي تتعلم إنه بالعكس، كلما تواضعت كلما الناس هي اللي كبرتك وحطتك في مقام عالي. فالنهاردة الحقيقة سلوك وإدارة وأداء وشخصية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف لاقت إعجاب واستحسان الجميع. فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد طيب في كلمته، أنا بقول لكم كلمات بترتيب الكلمات في أثناء الحفل، تحدث الحقيقة ببلاغة شديدة عن معنى توقفنا جميعا عنده، وتوقف حتى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عنده وأشاد بالمعنى والرسالة اللي ألقاها الدكتور أحمد الطيب، وهي فكرة عدم التمييز بين الديانات وبين الرسالات وبين الأنبياء. لك أن تفخر بدينك ولك أن تفخر بنبيك، لكن اوعى تخش في مقارنات ومفاضلات واختيارات. ليه؟ لأن دي بداية الطريق إلى التمييز
والى المشاحنات والى المصادمات والى الفتن والى المشاكل. انا مسلم وفخور بديني وبنبيي وبقرآني، واحترم كل الرسالات واحترم كل الانبياء المنزلين، ومش من دوري ولا من واجبي ان انا اقول مين احسن من مين او مين افضل من مين او مين اعلى من مين. هذا شأن الرحمن عظيم السماوات والارض. القصة ببساطة شديدة تعتمد على الفهم الحقيقي لروح وفلسفة الإسلام التي من أجلها بعث محمد صلوات ربي وسلامه عليه. ثم في نهاية الحفل كرم الرئيس مجموعة من القيادات الدينية في مؤسسة الأوقاف نظرا لتفانيهم في العمل وإخلاصهم، وكان على رأسهم طبعا الدكتور شوقي علام المفتي السابق اللي شغل المنصب لفترة وأدى فيه أداء كبيرا. ثم في النهاية تحدث السيد الرئيس، والرئيس كان بيتكلم عن بناء الإنسان. يعني طبعا استثمر فرصة أننا نحتفل ونحيي المولد النبوي الشريف للحديث عن خير إنسان مشى وعاش على ظهر الأرض سيدنا محمد، عشان يبقى قدوتنا وعشان يبقى سنتنا وعشان يبقى منهجنا وطريقنا. وقال انه بداية بناء الانسان ان احنا نتمثل الجوانب الانسانية والاخلاق المحمدية. اذا كنا نريد ان نحتفل بنبينا فهذا هو افضل احتفال، ان نتمثل الشخصية المحمدية، الاخلاق المحمدية، نهجا وخلقا وسيرة وسماحة ووسطية ورحم، كل الأشياء العظيمة اللي موجودة في شخص سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا النقطة اللي أنا الحقيقة عايز أتكلم فيها تماشيا مع الرسالة اللي أطلقها السيد الرئيس النهاردة في فكرة خلق جديد وإنسان جديد، إنه لعلها مش الإشارة الأولى اللي يشير إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المرة. لو حضراتكم تفتكروا منذ أن تولى الرئيس منصبه كرئيس للجمهورية منذ قرابة 10 سنوات، وهو طول الوقت بيتكلم عن فكرة الخلق، بيتكلم فكرة بناء الإنسان اللي أهم من بناء المشروعات، وإن طول ما الإنسان المصري سليم على المستوى الصحي، حتى قبل كده لو تفتكروا اتكلم اكتر من مرة عن البدانة والسمنة او الترهل في كذا او عدم التغذية السليمة، كل الكلام اللي قاله السيد الرئيس ده متعلق بيه انه الانسان المصري عليه ان يحافظ على صحته وبدنه سليما عشان يكون قادر على العمل وعلى الانتاج و و و و ثم ده على المستوى الجسدي والبدني، ثم على المستوى الخلقي. الخلقي انه منظومة الاخلاق ومنظومة القيم اللي احنا كلنا بنستمدها من ديننا ومن قرآننا ومن نبينا المصطفى المختار العدنان صلى الله عليه وسلم، هي البروتوتايب، هي النموذج الذي يجب ان نسير عليه. وكلما بعدنا عنه حصل لنا مشاكل كتير، ومجتمعنا تأثر كتير، وبلدنا تأثرت كتير. وكلما اقتربنا من هذا النهج كلما التزمنا السيرة النبوية والسيرة المحمدية والاخلاق المحمدية. القصة انه السيدة عائشة أم المؤمنين لما سئلت عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كان خلقه، أجابت باختصار: كان خلقه القرآن. كان خلقه القرآن. كل المكارم وكل الأخلاق وكل الفضائل وكل المزايا اللي موجودة في القرآن الكريم كانت مختزلة ومختصرة في شخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني اللي ربنا نزهه عن الاخلاق السيئة والرذائل والذمم والحاجات الكتير اللي موجودة في بني البشر. فكان محمدا مكملا، محمدا مكملا، او الانسان الكامل صلوات ربي وسلامه عليه، واللهم شفعه فينا يوم العرض عليك. القصة ان تحيي سنة محمد، هي مش ان انت تجيب حلاوة المولد، مش ان انت تصلي كتير، مش ان انت تصوم كتير، مش ان انت تزكي كتير، افعل ذاك ولا حرج، افعل ذاك ولا حرج، لكن الاهم علشان تحيي سنة محمد وفعلا تتبع قدوتك ونبيك ويحبك نبيك ويحبك رب نبيك، عليك ان تتمثل الاخلاق المحمدية. صلوا عليه وسلموا تسليما.
النهاردة قام وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بزيارة مهمة إلى جمهورية روسيا الاتحادية، وانتم عارفين طبعا روسيا وما تمثله أولا من علاقات استراتيجية وصداقة وتعاون وعلاقات تاريخية تربطها بجمهورية مصر العربية منذ أمد بعيد، وفي ما بين الدولتين كده تحس إنه فيه شريان من التفاهم والتنسيق والتعاون ممتد طول الوقت، ودي من العلاقات الاستراتيجية لمصر بتعتمد عليها كمحور رئيسي في علاقاتها الخارجية والدبلوماسية طول الوقت. طبعا الوقت كمان أو توقيت الزيارة مهم جدا نظرا للأحداث العالمية اللي بتحصل، سواء الحرب الروسية الأوكرانية اللي روسيا طرف فيها أو الصراع الموجود في منطقة الشرق الأوسط، واللي روسيا كمان أحد اللاعبين الأساسيين في هذه القصة بصورة غير مباشرة. فكانت المباحثات المصرية الروسية النهاردة على أعلى مستوى، وخصوصا الكلام اللي قاله وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي مع وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافاروف، واحد من الخبراء والمحنكين جدا في عالم الدبلوماسية وله باع طويل جدا في العمل الدبلوماسي، ويتقلد منصب وزير الخارجية في روسيا منذ سنوات طويلة جدا، فبالتالي لديه دراية كاملة بالعلاقات الدولية وطبعا بصراعات منطقة الشرق الأوسط. وظهر التفاهم والتنسيق الكامل المصري الروسي في كلام الوزيرين اليوم فيما يتعلق بضرورة التهدئة وضرورة وقف إطلاق النار من أجل استعادة الهدوء في منطقة الشرق الأوسط، وحتى لا تمتد الصراعات إلى نطاقات أوسع في العالم. السفير محمد حجازي معنا على الهواء مباشرة. مساء الخير يا سعد سفير. اهلا يا استاذ تامر، ازي حضرتك؟ ازي ما عليك، ان شاء الله تكون بخير يا فندم. اهلا استاذ تامر. اعتقد لقاء وزير الخارجية المصري مع نظيره الروسي في هذا التوقيت يحمل دلالات كبيرة نظرا لقدرة الدب الروسي كما يقال عليه وتأثيره في ملفات كثيرة، منها طبعا ملف الصراع في الشرق الاوسط. بكل تأكيد، يعني زيارة في توقيت شديد الاهمية، وبتأتي ضمن حراك دبلوماسي مصري واسع كان ربما آخره في مدريد عندما التقى عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين والوزير بدر عبد العاطي وعدد من ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية لتأكيد موقف المجتمع الدولي من أجل إقامة سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط قائم على حل الدولتين، والإسراع بوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والبدء في عملية إعادة إعمار وإطلاق مسار سياسي تنشأ بمقتضى الدولة الفلسطينية. وجاءت زيارة موسكو ولقاءه بسيرجي لافاروف في توقيت أيضا تحتاج فيه الدبلوماسية المصرية لإسناد دبلوماسي دولي، خاصة ونحن مقدمون على تجمع دولي في الأمم المتحدة في الجمعية العامة نهاية الشهر الحالي، كما أن سيرجي لافاروف وروسيا كما ذكرت سيادتك مشتركة مع مصر في العديد من الملفات الرئيسية في المنطقة، على رأسها بالطبع القضية الفلسطينية، ولكن لروسيا أيضا دور هام محسوس في الملف الليبي، وبالتالي دعا الجانبين اليوم لإطلاق مسار سياسي يقود لإقامة برلمان وحكومة وحدة وطنية قائمة على قرارات الشرعية ومبادئ الأمم المتحدة، وتسعى من أجل تسوية النزاع أيضا في سوريا. وكانت أيضا محل لنقاش مشترك بين الجانبين، ودعت مصر روسيا للمساعدة في إطلاق دولة المؤسسات في سوريا والقضاء على النشاط الإرهابي. وأتوقع أيضا أن الملف السوداني كان حاضرا وبقوة، لعلك تذكر يا أستاذ تامر أن السيد وزير الخارجية ورئيس المخابرات العامة كانوا في إريتريا أول أمس، واليوم عقدت أيضا في جوبا في جنوب السودان برئاسة الرئيس سلفا كير جلسة مباحثات هامة حضرها الرئيس أفورقي أيضا، رئيس الإريتري أفورقي، ورئيس السودان السيد البرهان في مباحثات ثلاثية أعتقد لها صلة واضحة بزيارة الوفد المصري من وزير الخارجية والمخابرات للقاء الرئيس السياسي أفورقي. ومن هنا هذا الحراك المتكامل يقصد العديد من الملفات من ليبيا للسودان لسوريا، الأمن
البحر الأحمر وللوضع في الصومال أيضا، لأن لروسيا مصالح في القرن الأفريقي هامة، ومصر أيضا تنشد. طيب هو السؤال هنا معالي السفير اللي ممكن يطرح للاستفهام، هل الحرب الروسية الأوكرانية وانخراط روسيا في هذه الحرب ما أثر على علاقتها الدولية تحديدا مع الغرب والعقوبات المفروضة على روسيا وما إلى ذلك، هل ده يقيد أيادي روسيا الدبلوماسية شوية فيما يتعلق بالملفات الدولية وتحديدا الصراع في الشرق الأوسط؟ والله يا أستاذ تامر، هو أثر بالفعل، ولكن هو لا يجب أن يقيد دولة بحجم روسيا ومكانتها وثقلها. ولكن روسيا أيضا مستدرجة ومنهكة في معركة استنزاف قائمة على الأراضي الأوكرانية بينها وبين الولايات المتحدة والغرب. صح. فنحن أمام مشهد دولي أو حرب عالمية هادئة على الأراضي الأوكرانية تقودها الولايات المتحدة لاستنزاف روسيا، كما فعلوا دوما. يعني كانت دائما روسيا محل حتى أيام الحرب الباردة لاستنزاف تكنولوجي وعسكري وسباق تسلح، كلها كانت أمور لاستدراج الاتحاد السوفيتي للمصير الذي آل إليه، وعن طريق المعركة في أوكرانيا يمارسون نفس الدور. وهناك توقع يعني أن تكون روسيا أيضا تستدرج الغرب لهذا المشهد كي يدفع الأثمان على الأراضي الأوكرانية. ولكن الحقيقة بعد 3 سنوات من هذه الحرب أعتقد أن الإرادة السياسية والقدرة الروسية لازالت قائمة، ولكن في نفس الوقت تأثرت بشدة على الساحة الدولية، فلم تعد بنفس قدر الفاعلية والتحرك الذي كانت تقوم فيه بمبادرات، فهي في حاجة إلى من يساندها ويشجعها ويستدرجها للقيام بأدوارها كدولة كبرى وعظمى، كما تفعل مصر الآن عندما تستدعي الموقف الروسي سواء في القرن الإفريقي أو في ليبيا أو في سوريا أو في السودان. فهي تحفز روسيا من خلال هذه اللقاءات على العمل المشترك أولا لتحقيق التسوية في تلك المناطق، فصار الشرق الأوسط استستمر يعني محل للعديد من المواجهات كما ترى، بل وتسعى حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل لجر الشمال وحزب الله إلى معركة تدرك حتى الولايات المتحدة أنها ليست في صالحها في عام الانتخابات أو في أشهر الانتخابات، وليست في صالح إسرائيل، ولكن هي في صالح نتنياهو ويمينه المتطرف. صحيح. حتى أن لابيد زعيم المعارضة منذ قليل يوجه نداء لنتنياهو أنه سيوفر له الإسناد السياسي والدبلوماسي داخل الحكومة لو أراد أن يقدم على صفقة قد تؤدي إلى خروج اليمين المتطرف من حكومته، فتكون المعارضة مؤهلة للدخول لمساندة نتنياهو كي يحافظ على حلمه بالبقاء على كرسيه، ولكن ليس ضمن إطار التحالف اليميني المتطرف مع بن كفير وسموتريتش وأشباهه. شكرا جزيلا سعادة سفير محمد حجازي، شكرا على التعقيب والتحليل والرؤية الدبلوماسية. أنا كلمت حضراتكم الأسبوع اللي فات عن الإنجاز المصري الكبير اللي عملته البعثة البارالمبية اللي كانت موجودة في باريس. انتوا عارفين، وللمرة التانية لمن لم يسمع، في الأولمبيات اللي اسمها أولمبيات باريس 2024، ودي اللي بتقام في كل الرياضات للأسوياء والأصحاء الذين لا يعانون من أي مشاكل أو إعاقات. ثم بعد ختام الأولمبيات مباشرة بتبدأ البارالمبيات. الفرق ما بين الأولمبيات والبارالمبيات أن البارالمبيات هي منافسات رياضية تقام في معظم الفعاليات والألعاب الرياضية، ولكن ما بين الأبطال والرياضيين من ذوي الهمم أو من ذوي القدرات الخاصة الذين لديهم بعض الإعاقات المختلفة سواء الجسدية أو الذهنية. والأسبوع اللي فات تحدثت عن الإنجاز الكبير والحصيلة الكبيرة التي أحرزها أبطالنا البارالمبيون، وتمثل ذلك في 7 ميداليات كاملة أحرزها أبطالنا البارالمبيون، 2 ذهب و2 فضة و3 برونز، كانوا معظمهم في رياضات رفع الأثقال، وأعتقد كمان منتخب الكرة الطائرة جلوس من ذوي الهمم أحرزوا الميدالية البرونزية. ثم جاءت بالأمس الجائزة الكبرى أو مسك الختام لبطلنا البارالمبي أشرف إبراهيم أشرف الخولي. إبراهيم أشرف الخولي بطل مصري من ذوي الإعاقات الذهنية، عنده 29 سنة، وأسعدنا جميعا وأثلك صدرنا ومثل لنا الحقيقة مثال حي
للإرادة والتحدي والبطولة والعبقرية، وحطوا حاجات بقى كتير قوي من اللي نفسكم فيها تحت هذا العنوان عندما حصل على المركز الثالث وحصل على الميدالية البرونزية في التنس الأرضي في بارالمبيات باريس التي اختتمت مؤخرا. وصل إلى أرض مصر بصحبة مدربه، والحقيقة كان هو البطل الوحيد اللي بيشارك به الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية، والحقيقة كان فيه الخير والكفاية، كان فيه الخير والكفاية، بطل واحد لكن بمقام 100 بطل. ولم تشهد الأقدار انه يعود خالي الوفاض، بالعكس رجع بتقدير وبفخر وبرفع علم مصر وبسعادة كبيرة جدا ادخلها على نفوس المصريين، ورفع رأسنا كلنا لفوق هذا البطل المصري البارالمبي الكبير. رحبوا معايا بالمهندسة أمل مبدر رئيس الاتحاد المصري للإعاقات الذهنية. مساء الخيرات يا دكتورة أمل. مساء الفل، ازيك يا تامر بيه، وميرسي على التقديمة الحلوة، وميرسي على يعني عرضك ل يعني النشاط البارالمبي وما يفعله القادرون باختلاف في بلدي. لا الحياة القادرون باختلاف مش بيفعلوا، الحياة ان هم بيصنعوا وبيبدعوا وبيبهروا، وكل مرة كل مرة تتاح لهم الفرصة وبيتحطوا في اختبار بيثبتوا الحقيقة ان هم شرف مصر وامل مصر وعزة مصر كمان. الحمد لله الحمد لله. كلمينا واشرحي للناس كده عن تجربة البطل ابراهيم اشرف الخولي. ابراهيم هو داون سندروم، للي تابع بطل طبعا او لاعب من لاعبي الاتحاد المصري الرياضي للاشخاص ذوي الاعاقات الذهنيه. ابراهيم له قصه نجاح مش بس رياضيه ولكن علميه، وتم تكريمه من فخامه الرئيس في قادرون باختلاف النسخه الاولى، لانه اتخرج من الجامعه الكنديه وبقى معيد، هو اول معيد داون سندروم يعتبر في مصر ويمكن في العالم كمان. من الداون سيندروم اول معيد من اصحاب متلازمه داون بالظبط كده. والحقيقه وراه ابراهيم ام هي اللي صدقت فيه. احنا كاتحاد بنكمل دايما، اقول دايما الابطال الحقيقيين هم الاهلي، الام اللي وثقت وتصدت للتنمر وتصدت لحاجات كثيره كانت بلادنا بتمر بيها او ولادنا بيمروا بيها، وقالت لا انا مصدقه في النعمه اللي ربنا ادهاني، فوصلت بيه انه يبقى معيد في الجامعه. الله. الحاجه الثانيه طبعا كبطل تنس ارضي، لو حضرتك مش عارفه اذا كنا يعني ينفع نعرض او اعرضه، الكم يعني هناك اللي بيلعبوا تنس او تنس ارضي هم يغلبوا غير ذوي الاعاقه عندنا. يعني مستويات حضرتك ما تتخيلهاش. ابراهيم كان ممكن يحصل على ميداليه ذهب لولا ان المسابقه بتاعته جت مع المصنف الاول على العالم لحظه يعني. تمام. لكن ان هو يحصل على برونز فطبعا ده انجاز يعتبر تاريخي في بطوله عالم للتنس الارضي لجمهوريه مصر العربيه الحمد لله. في اولمبياد هو انا اعتقد هو خد كمان البرونزيه في كاس عالم. دي بطوله العالم لاتحاد الفيرتوس، احنا اتحاد الاعاقه الذهنيه له اتحاد منفصل اسمه اتحاد الفيرتوس. فدي بيقيم بطولات عالم في الرياضات المختلفه على مدار السنه. تمام. غير الدوره، غير الالعاب الدوليه اللي احنا او الالعاب العالميه اللي بتتعمل كل 4 سنين. ممتاز. اللي هي كانت كنا لسه جايبين فيها 27 ميداليه السنه اللي فاتت برضو من ولادنا. حلو. فانه يحصل في بطوله التنس الارضي او بطوله العالم للتنس الارضي على انجلترا وامريكا والصين وفرنسا وكده، فطبعا ده انجاز بالنسبه لنا. يعني احنا فخورين بيه جدا، فخورين بابراهيم، فخورين بالمشوار اللي هو عمله، وكمان انه كمان كان بيلعب زوجي، يعني زي ما حضرتك قلت هو لاعب، احنا مطلعين لاعب واحد، لان احنا دايما بنبص على ازاي، يعني انا ما يهمنيش عدد اللعيبه يطلعوا قد ايه، قد هنعمل ايه. الله عليك. إيه. صحيح. ده مهم جدا بالنسبه لي، يعني نشارك 10 لعيبه. الجوده والكيفيه مش الكم. بالظبط كده. فده كان بالنسبه لنا هو المهم، يعني احنا كان عندنا منتخب من 4 لعيبه، لما لقينا ان الثلاثه التانيين بعاد لا احنا نكتفي بلاعب ونستثمر فيه، وده الحمد لله ربنا كرمنا. فكان بيلعب زوجي مع لاعب مش من بلدنا، يعني مش اعتقد كان من روسيا او يعني لاعب تاني. لا اعتقد كان انجليزي. او انا اسفه انا في احتفاليه فالدنيا اعتقد متهيألي انجليزي. فلعب ان انت تلعب مع حد ما تدربتش معاه،
وما حصلش الـ يعني التناغم بينك وبينه صعبه جدا صعبه جدا. بالظبط كده. فاحنا الحمد لله ده كله برضه مش هرجع اقول ان دعم فخامه الرئيس للقادرون باختلاف وفتح الملف ده وكل سنه الرساله اللي بيبعتها للمجتمع كله وانتوا كاعلاميين وتسليطكم الضوء على اولادنا هو ده اللي غير نظره المجتمع في الكام سنه الاخيره لاولادنا. يعني طبعا كل المؤسسات من القياده السياسيه لينا كاعلام وكل المؤسسات الاخرى لها الشكر، بس انا عارف الحقيقه وده لا يجب ان تغفلوا انتوا حقكم. انا عارف ان انتوا سواء في الاتحاد او المنظومه كلها المعنيه بالاعاقات الذهنيه او بذوي الهمم انتوا عاملين جهد جبار الحقيقه، وانتوا عيله تانية لعيلتهم، وده واحد من اهم الاسباب بعد توفيق ربنا لنجاحاتهم سواء العلميه او الرياضيه. الحمد لله. انا انت عارف انا برضو عضو اللجنه الفلبيه المصريه وكان ليا الشرف ان السنه دي كنت ماشيه في طابور العرض مع ابطالنا الفلبيين اللي جم ب 7 ميداليات حضرتك اشرت اليهم. مش قادر اقول لك كم الفخر واحنا ماشيين في طابور العرض والايقونه اللي بيدار على طابور العرض كلها هي المسله المصريه. الله. ف يعني كان عندنا فخر كده، احنا الدوله الوحيده اللي ماشيه في الحته بتاعتنا، ده العالم كله بيتفرج على جزء من تاريخنا وجزء من البلد. صحيح. وكمان الحمد لله يعني ابطالنا رجعوا بالميداليات دي ما بين ذهب وفضه وبرونز، فزي ما حضرتك قلت كده القادرون باختلاف بيصنعوا مجد لمصر على مدار السنوات يعني. صحيح. انا بحييكي وبهنيكي على الميداليه، وبعتبر كمان الميداليه دي رساله دفع وتشجيع مننا كلنا ليكوا عشان تكملوا وتفضلوا قادرين على اسعادنا وقادرين باختلاف دايما. شكرا جزيلا مهندسة امل مبدأ رئيس الاتحاد المصري للاعاقات الذهنية، ومليون مليون مليون مبروك لبطلنا ابراهيم اشرف الخولي. ويعني يا بختك يا ابو خليل، بسم الله ما شاء الله، شفتوا رغم الاعاقة ورغم المشاكل ورغم متلازمة داون اللي ربنا ابتلى بيها او انعم عليه بيها، لكن في النهاية ملك الحسنيين، ملك الحسنيين، تفوق دراسيا ووصل دلوقتي لأنه يبقى معيد في الجامعة، وتفوق في التدريبات ورياضيا إلى أن أصبح بطلا من أبطال العالم. أهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. الحقيقة ان النهاردة يوم سعيد ومفرح بالنسبة لي جدا كمواطن مصري قبل ما اكون اعلامي، ويوم مهم كمان ويوم فارق اعتقد ان التاريخ سيذكره في سجل الحقوق والحريات والعدالة والقانون وتطبيق القانون في مصر. النهاردة النيابة العامة سنت سنة جديدة اعتقد انه سيظل يعني مذكورا ومحفورا باسمها باحرف من ذهب في هذه الفتره من النيابه العامه طول التاريخ. ما هي هذه السنه؟ هي تفعيل بدائل الحبس في عقوبات الحبس البسيطه. يعني هذا الكلام اللي انا بقوله؟ انا الحقيقه كنت من حوالي سنه ونص سنتين فكرت في هذا الموضوع وطرحته، وحتى اتكلمت فيه مع بعض اعضاء اللجنه التشريعيه في نوابنا في البرلمان حوالين فكره ايجاد بعض البدائل للمحكوم عليهم بالحبس في بعض التهم البسيطه غير المهدده للامن ولا لسلامه المجتمع وكذا، واللي بياخد حبس شهر، بياخد حبس 3 اشهر، بياخد حبس اقصى 6 اشهر، هذه المدد البسيطة في التهم البسيطة اللي مش تهم مهددة للأمن زي ما بقول لكم. في بعض الدول بتتبع أسلوب اسمه بدائل الحبس، وهي فكرة الخدمة المجتمعية أو خدمة المجتمع، إنه بيتحكم عليه بشهر حبس، ب3 اشهر حبس، بس بدل ما يتحبسهم جوه السجن بيقضيه في خدمة المجتمع، خدمة مؤسسة اجتماعية معينة أو في مهنة معينة بيشتغلها لصالح الدولة ولصالح المجتمع في الفترة المحكوم عليه فيها في القضية. وانا الحقيقة ما كنت لما طرحت هذا الكلام من سنتين او سنتين ونص لم اكن اعلم، لان درايتي طبعا القانونية محدودة، ماناش دارس قانون، ما كنتش اعرف انه بالفعل في القانون في مواد بتتيح هذه البدائل. النهاردة النيابة العامة متكرمة ومترحمة، لان النهاردة في فكرة الرحمة والانسانية قبل حتى التنفيذ الفعلي والمجرد للقانون، بدأت في تفعيل بدائل الحبس في الأحكام البسيطة، وذلك من خلال تطبيقه على 54
من المحكوم عليهم بمدد بسيطة في الحبس. سيقوم ال 54 دول بتنفيذ العقوبة من خلال بعض المهن وبعض الأعمال والشغلانات اللي هيعملوها خارج السجون وخارج المراكز الإصلاحية. ايه الفكرة؟ وده اللي طرح النهاردة زي ما حضراتكم شايفين في البيان اللي أصدرته النيابة العامة متكرمة. ايه الهدف من الطرح اللي احنا بنطرحه ده؟ واحد، انه فكرة الإنسانية والرحمة مع القانون دي أسمى معاني العدالة، أسمى معاني العدالة. اتنين، انه مراكز الإصلاح والتأهيل صحيح حصل فيها تطوير وحصل فيها إصلاح وحصل فيها تحديث بشكل كبير، يمكن عرضناه لحضراتكم على مدار الشهور اللي فاتت، وأصبحت أماكن آدمية بشرية فيها حقوق الإنسان وفيها الحد الأدنى من الآدمية، لكن في النهاية هي مراكز تجمع ما بين السوابق والمجرمين والمحكوم عليهم وبتهم تقيلة، بقى أرباب المخدرات وأرباب الكذا وكذا 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 والحاجات كتيرة، عافانا الله وعافاكم. فممكن يكون انسان ساقته الظروف انه وقع في مخالفة بسيطة او تهمة بسيطة واتحكم عليه حبس بسيط، يخش يقعد المدة دي جوه مراكز التأهيل والاصلاح، فللأسف البيئة الاجرامية اللي موجودة جوه المراكز تؤثر عليه سلبا، فنبقى خسرناه، بدل ما يبقى مركز اصلاح هنا يبقى خسرناه وافسدناه. فهنا برضو ان احنا بننقذه من انه يحتك كثيرا بالمكرمين معتادي الاجرام. رقم ثلاثة وده الاهم كمان، ان احنا بنخفف الحمل على مراكز الاصلاح والتأهيل، يبقى اللي قاعد فيها من النزلاء هو اللي يستحق فعلا ان ينفذ عقوبة مقيدة للحريات. مقيدة للحريات يعني يتحبس في مكان ويتعزل عن المجتمع، لانه بالحكم وبالقضاء وبالقانون هو خطر على المجتمع ويستحق العقوبة والحبس. الحقيقة انها سنة حميدة جدا جدا سنتها النيابة العامة، وانا بحيي السيد النائب العام وكل اعضاء النيابة العامة المحترمين، ونتمنى انها تعمم وتكثر علشان يبقى خدمة المجتمع هدف اصيل، وكمان من هو موجود داخل مراكز الاصلاح والتأهيل يكون موجود ومستحق، ويبقى فعلا عزله عن المجتمع وتقييد حريته هو قمة العدل له وللمجتمع ككل. النهاردة محكمة جنايات مطروح قررت في خبر طبعا أسعد الزملكاوية كلهم، إخلاء سبيل اللاعب الزملكاوي أحمد فتوح بكفالة قدرها 50,000 جنيه، وتأجيل المحاكمة، المحاكمة الخاصة به، لجلسة يوم 22 أكتوبر الجاري. في ناس كتير قالت لك هو كده خرج، لا، ده اسمه إخلاء سبيل على ذمة القضية وبكفالة، دفع كفالة 50,000 جنيه وخرج. والمحامي بتاع أحمد فتوح قال النهاردة إن دي فرصة إنه يخرج برا الحبس ويقدر يتواصل مع أسرة المجني عليه من أجل إقناعهم بقبول التصالح وقبول الفدية أو الدية، اللي كل الأخبار لحد اللحظة دي بتقول إن أسرة المجني عليه ما زالت رافضة رفض كامل أي حديث عن تصالح أو دية، لأنهم ما زالوا متأثرين جدا 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 برحيل عائلهم ورب الأسرة رحمة الله عليه. أخيرا من الأخبار، القضاء والمحاكم والنيابة أيضا، النهاردة النيابة العامة أمرت بإحالة المطرب سعد الصغير محبوسا، إحالته محبوسا إلى المحكمة الجنائية. يعني إيه إحالته محبوسا؟ يعني هيترحل من النيابة يفضل محبوس لحد ما يتعرض على المحكمة. في بعض الأحيان يحال للمحكمة بس يخلى سبيله ويبقى يحضر الجلسة، لكن يحال محبوسا دي معناها أنه هيفضل في الحبس لحد مثوله امام المحكمة اللي هتنظر قضيته، وده بعد ثبوت حاجتين: ثبوت انه بعض الحيازات اللي كانت موجودة معاه بالتحليل في المعامل المختصة اثبتت انها تحمل مادة الحشيش والماريجوانا، والتحليل اللي اتعمل لسعد كمان اثبت انه دمه فيه بعض المواد المخدرة منها مادة الحشيش والماريجوانا. فبالتالي النيابة العامة قررت اليوم إحالة سعد الصغير إلى المحكمة الجنائية محبوسا بتهمة حيازة مخدرات وتعاطي مخدرات. لحد هنا انتهى الخبر، والقانون في مصر يأخذ مجراه، ويأخذ مجراه على الجميع.
اهلا وسهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل مساء الاثنين. القراءه السياسيه، المفكر السياسي الكبير الاستاذ دكتور عبد الحليم قنديل، مساء الخير يا دكتور. مساء النور. اهلا وسهلا. أهلاً وكل وسهلاً. سنه وحضرتك والامه العربيه والاسلاميه بخير بمناسبه المولد النبوي الشريف، وانتم جميعا بألف خير ان شاء الله. ان شاء الله. هذا الاسبوع كان طبعا الدراما زي ما حضرتك وصفته في مقالك، الدراما الاكثر متابعه واكثر جاذبيه هو الفيلم الامريكي، فيلم الاكشن الامريكي بطولة دونالد ترامب وكامالا هاريس فيما صحيح. سمي بالمناظرة الانتخابية صحيح. بس قبل ما نخوض في المناظرة ونشوف تفاصيلها وايه نقاط القوة والضعف لكل طرف، عايز بس بما اننا بنتابع دايما الاخبار والتطورات بشكل مهم، النهاردة في حدث دبلوماسي سياسي مهم هو زيارة وزير الخارجية المصري الى روسيا ولقاء الدكتور بدر عبد العاطي مع عميد الوزارة الخارجية اعتقد في العالم سيرجي لوفاروف. انا من ساعة ما ابتدت سياسة وهو وزير خارجية في روسيا، طبعا ده يعني يدل على كبيرة بالملفات العالمية. انا السؤال اللي سألته للسفير محمد حجازي في بداية الحلقة كمتابعة خبرية عايز اكرره على حضرتك، وهو في رأيك في ظل انزلاق اقدام روسيا الى الحرب الروسية الاوكرانية اللي قاربت على دخول عامها الثالث، صحيح، هل ما زالت روسيا قادرة على أن تكون قطب مهم ولاعب مؤثر في قضايا المنطقة والشرق الأوسط والقضايا العالمية، ولا أمريكا نجحت في أن تضعها في مستنقع الحرب الروسية الأوكرانية؟ يعني سؤال في محله. طبعا إشارتك للافروف باعتباره عميد الدبلوماسيين الروس، هو طبعا لافروف قضى مدة طويلة جدا في منصبه كوزير الخارجية الروسية، كاد يذكرنا باندريا جروميكو الوزير الذي كان مزمنا وزير خارجية زمن الاتحاد السوفيتي. اتنين، روسيا هل يتقلص دورها ام يزيد بسبب الحرب، حرب اوكرانيا؟ انا تقديري ان هو يزيد بفضل حرب اوكرانيا. يزيد بفضل حرب اوكرانيا. ليه؟ لانه حرب اوكرانيا في المدار التاريخي، لانها لا كل الحروب لا تجري في فراغ. هذه الحرب سبقتها تطورات كبيرة جدا في عشرات السنين السابقات عليها، تطورات في إعادة توزيع موازين الاقتصاد والسلاح والتكنولوجيا، بحيث كسرت عمليا ونوعيا، يعني كميا ثم نوعيا، فكرة احتكار أمريكا للقمة الدولية. كويس. وظهرت ظواهر عديدة جدا، أهمها ظاهرة الصين، الصين التي تعد يعني عنوانا متقدما لهذا القرن. كانت أمريكا تسعى لمد ظل هيمنتها من القرن العشرين للقرن الواحد والعشرين، وجهدت في أن تفعل ذلك، لكن كان ذلك ضد تيار التاريخ الجاري. يعني إيه ضد تيار التاريخ الجاري؟ يعني ذهبت إلى العراق لكي تسيطر على منطقة بترول الخليج وتمتد بالسيطرة إلى منطقة بترول بحر قزوين، لكي تمنع أو تتصور أنها تحاصر نمو المنافسين. كويس. طبعا الأرقام والظواهر وكل شيء بيدل على الطفرة الصينية. هذه الطفرة الصينية قد تتعرض في بعض السنوات لانخفاض، لكن انخفاض معدل النمو في الصين بالنسبة لاقتصادات الغرب الكبرى هو أرقام هائلة جدا. صح. يعني حين ينزل اقتصاد الصين إلى 6% سنويا يقولون أن اقتصاد الصين بدأ يتباطأ. يعني بينما في أمريكا ده حلم دول تانية، 2% أو حاجة يقول لك تحسن. فالصين الآن، إذا عطشت الصين أصيب العالم بالتهاب الرئوي الآن اقتصادي. إضافة للتطورات التكنولوجية، لازالت المنافسة جارية في الحقل التكنولوجي، لكن الصين تتطور بسرعة، وطبعا في سبق قدم للولايات المتحدة بشركات التكنولوجيا الكبرى، وكلنا شهدنا الجدال حوالين تيك توك وغيره من الظواهر الصينية. كلنا شهدنا ما هو أهم، كان عرضا للقوة في حرب كورونا. في كورونا كانت تعرضت لها كثير من الدول، وشهدنا ما خلاصته أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أكبر ضحايا كورونا، بما يعني حكما محددا على نظامها الصحي وكفاءة الدولة الأمريكية، بينما الصين التي بدأت منها العدوى كانت الأقل تضررا، كانت الأقل تضررا، كانت الأكثر ظهورا
في مباراة التكنولوجيا إدارة كل شيء بالروبوتات وغيره. صح. والأكثر ظهورا في إنشاء المستشفيات في غمضة عين. صحيح. بنظام. صحيح. ويمكن أعتقد أول من أنتجوا اللقاح وأنتجوا اللقاح، والأمريكان أنتجوا لقاحا والروس أنتجوا لقاحا. صحيح. بالجملة هناك مشهد تشكل قبل حرب أوكرانيا، فحرب أوكرانيا لم تنشئ مشهد وتحول العالم من عالم القطب الوحيد الى عالم تعدد الاقطاب، هي فقط كانت كاشفه لا منشئه. حلو. زي ورقه عباد الشمس كده كشفت هو العالم بيتطور ازاي على القمه. أوه. الدوليه. ومن ثم لواحق شهدنا تطور فكره الحلف الروسي الصيني الى حلف شرقي جديد في مواجهه حلف الغرب القديم، وكل يوم يكسب الحلف الجديد نقاطا على حساب الحلف القديم. طيب هنا السؤال، حضرتك قلت انه حرب الروسية الاوكرانية تزيد من القدرة الروسية، في حين ان كتير من المحللين بيروا ان دي حرب استنزاف امريكا عاملاها لكي تستنزف فيها طاقات وقوات روسيا. طبعا هذا الكلام كان هذا هو الهدف، كان الفكرة تحويل اوكرانيا بالنسبة لروسيا الى افغانستان ثانية. افغانستان الاولى ساهمت في تفكيك الاتحاد السوفيتي، واوكرانيا اللي هي افغانستان الثانية تسهم في تفكيك روسيا بوتين. البوتينية. فالذي حدث على الارض انه حرب اوكرانيا تحولت الى افغانستان ثانية للامريكيين. علينا لا ننسى ان الامريكيين في عام 2021 خرجوا من افغانستان في فوضى عارمة وفي هزيمة كاملة. صحيح. ايضا فهي افغانستان ثانية للامريكيين. يعني ايه افغانستان؟ فكرة الاستنزاف الاقتصادي والاستنزاف في السلاح. روسيا طوقت بعقوبات تكاد تصل الى 20,000 عقوبة اقتصادية، لكن السؤال ماذا جرى الاقتصاد الروسي بعد فرض هذه العقوبات؟ نما، ودي الارقام الدولية بنسب وصلت 2.8 في 2023، ويقال انه هذا العام سوف يصل الى 3.6. فهنا المرونة، هذا اقتصاد بيتغذى بالعقوبات، المرونة الهائلة لصانع القرار الروسي. انه استبدل السوق الاوروبي الغاز بالسوق الصيني. صح. والسوق الهندي والبترول. ده طبعا انا اسف بالمقاطعة عشان الناس بس ما تحسش ان في حاجة غريبة قالها الدكتور عبد الحليم، هو هذا الكلام طبعا اي عقوبات في الدنيا يجب ان تؤثر بالسلب على اي اقتصاد دولة مهما كانت دولة قوية، لكن اللي حفظ لروسيا اقتصادها انها تمتلك من المقومات الاقتصادية ومن عناصر الاكتفاء الذاتي ومن عناصر الانتاج المهمة ما يكفيها ويزيد، زي الغاز والبترول، بالاضافه انها اكبر سله غلال واقماء وحبوب في العالم. لديها موارد طبيعيه هائله. نعم. وموارد غذائيه هائله. روسيا 17 مليون كيلومترا مربعا، فيها ربع المياه العذبه في العالم كله، فيها عدد هائل رهيب من الانهار. انت كل يوم في حرب اوكرانيا مثلا بين مدينه ومدينه او في كورسك يقول لك من نهر كذا ومش عارف ايه وكنسه فوق، يعني في عالم اخر، عالم بكامله. لكن اداره هذه السياسه اعتمادا على النفس واعتمادا على سياسه الاتجاه الى الشرق صنعت طفره في الاقتصاد الروسي. كويس. مثلا التعامل بين روسيا والصين كان في حدود 200 مليار دولار قبل الحرب، بقى دلوقتي 400 مليار دولار. من المؤكد ان الاحتضان الصيني، لان الصين ايضا محاصره بنفس الاستفزازات الامريكيه في تايوان وفي بحر الصين الجنوبي. نعم. والنهارده اليوم بنشهد مناورات مشتركه بين الروس والصينيين في بحر اليابان. صح. والمناورات التي جرت اخيرا هائله، 400 سفينه و90 الف جندي. طبعا لا تزال امريكا في مناسبه منافسات السلاح رقم واحد في الاحصاء الدولي، وروسيا نمره 2 في السلاح، والصين نمره 2 في الاقتصاد. لكن لو جمعت القوة العسكرية الروسية الى القوة العسكرية الصينية فهما معا اكبر من كل قوى الغرب مجتمعة. نعم. بل ان الانتاج العسكري الروسي تحت العقوبات اصبحت روسيا الان تنتج ما يفوق انتاج الغرب مجتمعا، في من اول مسيرات للدبابات للطائرات لاخره. ففكره هذه الحرب الضربه التي لا تقتلني تقويني. هذه هي المفارقه التي جرت. ليه جرت هذه المفارقه؟ لان امريكا تتصرف كان الزمن دان لها. يعني كما ذهبت الى العراق على ظن انها تبني قصر خلود للقطب الامريكي المنفرد، فاذا بها تكتشف للمفارقه، وستكتشف اكثر انها ذاهبه لتبني نفسها قصرا
لكنها لم تدري انها تحفر لنفسها قبر. لاحظ تغيرات في العالم وحتى في المنطقة بمناسبة زيارة وزير خارجية المصري لموسكو. وطبعا معروف ان مصر انضمت للبريكس، والبريكس احد اذرع، اضافة لشنغهاي احد اذرع التحالف الشرق الجديد. يعني لاحظ مثلا انه مقاربا لتوقيت زيارة وزير خارجية المصري كان هناك الصاروخ، وما ادراك ما الصاروخ، صاروخ فرط الصوتي الذي ذهب من اليمن الى تل ابيب بفارق 6 كيلومترات عن مطار بن غوريون، ذهب في 11 دقيقة. هذا الصاروخ الفرط صوتي لم يسبق استخدام صاروخ فرط صوتي في العالم، هذه هي الحالة الثانية. سبق لروسيا ان اطلقت من بحر قزوين، لان روسيا كيان هائل جغرافيا، الى اوكرانيا صاروخا فرط صوتيا من هذا النوع. كويس. والمراقبون يتساءلون من اين حصلت اليمن، او من اين حصل الحوثيون على هذا الصاروخ الذي يعني لم تنجح كل وسائط الدفاع الجوي، لا وسائط الدفاع الجوي الامريكيه في الجيوش المنتشره في المنطقه وفي قواعدها البريه الموجوده بالعشرات الى شرق البحر الاحمر، ولم تنجح حتى القاعده الامريكيه الموجوده في صحراء النقب داخل الكيان، ولم تنجح وسائط الدفاع الجوي الاسرائيليه التي تقيل انها افضل وسائط دفاع جوي في العالم، من حيتس 2 وحيتس 3 وارو 2 وارو 3 الى مقلع داوود، في اعتراض هذا الصاروخ الذي يبلغ وزنه 17 طنا. يعني في النهايه، فانت في النهايه اذا تغير سؤال من اين جاء هذا الصاروخ. هناك ترجيحات ان يكون اما جاء من ايران لليمن، لكن السؤال اين ذهبت هذه التكنولوجيا لايران، لان معروف في العلوم العسكريه او في التطورات العسكريه ان روسيا رقم واحد والصين رقم اثنين في انتاج الفرط صوتيات. فرط الصوتيات دول يعني اللي سرعتهم 10 اضعاف سرعه الصوت او اكتر او كذا. فهي دي الفكره. طبعا. فروسيا ظلها ممدود في المنطقه، صحيح انها ليست موجوده في المنطقه بسبب تطورات عشرات قرون ذهبت، عشرات سنوات ذهبت في تكريس الهيمنه الامريكيه في المنطقه والتواجد العسكري الامريكي. روسيا ليست موجوده في المنطقه بنفس الكثافه اللهم الا في سوريا، لكن على مدى ابعد ينظر الروس وينظر الصينيون الى التورط الامريكي في حرب الاباده الجماعيه وفي الاراضي الفلسطينيه بسرور يخفونه في اكمامهم. لانه قصد حضرتك ان يمكن روسيا تواجدها ليس عسكريا لكن تاثيرها قائم. تاثيرها قائم ومتزايد. كويس. هي يعني هي دي الفكره. مفهوم. فنتائج حرب اوكرانيا لا يمكن القول باختصار ان المعركه قد حسمت، لكن في تقدم عسكري تكتيكي للروس يديره الروس بطريقة الاستنزاف، يعني بفكرة القضم التدريجي النشيط. مفهوم. وبدون الحاجة الى اجراء تعبئة شاملة. هم اجروا تعبئة من قبل اسمها 1% من القوات، لم يزيدوا عليها. طيب ننتقل الفيلم الاكشن المناظرة. في الفيلم الاكشن لعلك تذكر لا بس قبل ما نخش في المناظرة وتفاصيلها، لان النهاردة في حصل حاجة تستحق التعقيب. حاولت. احنا بنتكلم على التطورات. قيل انه معسكر ترامب ادعى انه ترامب تعرض لمحاولة اغتيال ثانية. قيل. صحيح. وانه سمع بعض دوي اطلاق رصاصات او اعيرة نارية في المحيط اللي كان موجود فيه ترامب. وحيث يمتلك مجموعة من المؤسسات والاصول هناك. وقال لك ان التحقيق قادم دلوقتي. ايا كان دي محاولة اغتيال ولا كاموفلاج لسه مش هنتأكد منها. انا هتوقف قدام التصريح اللي قالته هاريس عندما سئلت من الصحفيين عن تعقيبها على انه في طلقات نار وانه كذا وان ربما تكون محاوله اغتيال ثانيه لترامب، ردت وقالت انا سعيده ان ترامب بامان. مش دي قصتنا، قصتنا بقى في الجمله اللي قالتها دلوقتي. قالت لك حيث لا مكان للعنف في امريكا. هذا التعبير وهذه التعبيرات اطلقت من بايدن ليس من هاريس. وقت ان تعرض ترامب لمحاوله الاغتيال في يوليو في بنسلفانيا. مظبوط. هنا كان يخطب واطلق عليه النار واصيبت اذنه، اصيبت حافه اذنه وضمضها واعتبرها وسنقاتل فايت 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 الى اخره. فهو شوي يعني استعراضي.
الحادثة الجديدة ليست في نفس مستوى. لا انا توقفت يا استاذ حليم عند هاريس وهي بتقول لا مكان للعنف في امريكا، ما هو والتاريخ بيقول انها هي مصدر العنف على مستوى العالم، هي من صدرت لنا العنف. قالوا ذلك وقت برضو محاولة ترامب ان مفيش عنف سياسي في امريكا، بينما تاريخ امريكا كله مليء بحوادث العنف السياسي غريبة جدا. هناك عدد هائل من الرؤساء الذين تعرضوا للاغتيال، من ابراهام لينكولن الى جون كينيدي الى محاولة اغتيال ريغان الى محاولات اغتيال ترامب وغيره. مظبوط. هناك محاولات اغتيال سياسية طبعا، يعني زعيم قائد حركة المساواة في الحقوق المدنية اللي هو لوثر كينج تعرض واغتيل. هناك عدد ده بخلاف الثقافة الغربية القائمة على الثقافة الغربية والعنف القائمة المنتفخة غرورا، اللي استدعت تركت معنى الرحمة في المسيحية واستدعت فكرة البطل الوثني الإغريقي المنتفخ غرورا الذي يغزو العالم وكذا. مزبوط. ويصحب الآلهة من وراءه لكي تباركه. فالفكرة هنا في المجتمع الأمريكي أيضا هناك ظاهرة حق حمل السلاح، وهذا واحد من التعديلات الدستورية الأساسية. لا يعني أنا هنا سؤالي، هل هم مصدقين في أمريكا أنه فعلا لا مكان للعنف في أمريكا؟ الامريكان نفسهم مصدقين؟ اعيد تذكيرك بان قلت ذات مره ان المصريين بفتره بسيطه جدا يطلقون على كل شيء زائف ومشكوك في امره لفظه امريكاني. ده اعلان امريكاني، ده كلام امريكاني، يعني يعني ما فيش ما لا تتوقف كثيرا عند حكايه هم بصدقوا ولا مصدقوش، هم يقولون كلاما يعرفون انه غير قابل للتصديق ويظلون يلكون حول القيم الامريكيه والمساواه والحقوق والحريات، وتحت اقدامهم جثث ودماء مئات الملايين من الهنود الحمر، وصولا لانه الولايات المتحدة الامريكية في انتفاخها العالمي بعد الحرب العالمية الثانية الى الان قتلت 10 ملايين انسان. اوف. هي في حروب 10 مليون، 10 مليون انسان. نالنا منها ما نعرف في العراق، ونالنا منها ما نعرف الان في غزة وفي غير غزة. فالفكرة انت في النهاية الامر لو تمده للتاريخ الاعمق اللي هو اصل الفكرة الغربية اللي هو المجتمع الاغريقي، الاسكندر مثلا، الرواية التي تروى عن الاسكندر الاكبر ذات مرة في غزواته وانتفاخاته في البحر المتوسط قبضوا على عدد من القراصنة، يستخدمون مراكب صغيرة وبيسرقوا ناس في البحر وبتاع، فدار حوار بين الاسكندر والقرصان. قال له انت بتعمل كده ليه؟ ليه بتسرق الناس؟ قال له انا افعل ما تفعل، لكن لانك تفعل تسرق بسفينة كبيرة يسمونك امبراطورا، اما انا فيسمونني قرصانا. هي الفكرة دي، فكرة انه ده ارهابي، ده كذا، ده مخالف لحقوق الانسان. هي فين اصلا يعني امريكا من الدخل؟ اضافة لانه شليزنجر، وده اقرب مؤرخ امريكي، مات قبل سنوات، توقع حدوث حرب اهلية في امريكا نتيجة انه هذا التكوين بكامله لا يمكن ان تطلق على امريكا لفظة امة. امة منين؟ هم لا يعرفوش، يعني مفيش اي تجانس من لا عليك وصفتها وصف ادق، وهي شركة. هي شركة قائمة على المصالح، وشركة قائمة على المصالح، والمصالح تتصالح احيانا وتتصادم. صحيح. كثيرا. طيب. ولذلك هذه التصادمات تحل بالعنف. يكفي انه بسبب حمل السلاح فقط، حمل السلاح في 48 الف امريكي، ده خارج الجرائم الاخرى، الجرائم القتل وغيرها وغيرها وغيرها، سنويا يموتون بسبب اتاحة حق حمل السلاح من اطفال في المدارس لكذا لكذا. واحد فكر يطلع سلاح ويعمل اي حاجة. صحيح. زي الاخ اللي طلع سلاحه ده وحاول اغتيال ترامب بحسب ما يقال، وقال ان هو كان راح اوكرانيا وجند مرتزقة، يعني شوف التاريخ المضيء، من افغانستان عشان يحاربوا في اوكرانيا والى اخره. فجون كينيدي الى الان لا يعرف احد على وجه اليقين من قتله. لا. في هذه الدولة التي تقول انها تعرف دبة النملة في العالم، وتعرف ماركة فانيلة مش عارف مين، وتعرف 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 كل كلام امريكاني. رامبو من اول الكوبوي راعي البقر. صح. اللي قضى الهنود الحمر الى رامبو الى وفاندام والحاجات دي. والحاجات دي. طيب. فامريكا ظاهرة في
فيها حقيقة وفيها صناعة. الصناعة فوق الاصطناع فوق الحقائق في أمريكا. الاصطناع فوق الحقائق. طيب في الدقائق القليلة كيف رأيت المناظرة؟ المناظرة يعني طبعا ليس تذكيرا بحكمة بأثر راجع، أنا قلت أن هاريس سوف تتفوق على ترامب في المناظرة، تذكر ذلك، وهاريس تفوقت على ترامب في المناظرة. تفوقت ليس بمعنى أنها وجهت له الضربة القاضية، هي فازت بالنقاط. فازت بالنقاط بتعبيرات الملاكمة. فازت بالنقاط في ايه؟ فازت بالنقاط في أنها أبدت أولا حيوية أكبر من ترامب، مش حيوية أكبر من بايدن فقط، أبدت ذكاء أكبر، طبعا استمعت إلى المستشارين ونفذت نصائحهم وصارعت بمصافحته وفوجئ بذلك. لو تلاحظ الصورة ترامب طول الوقت بالتعبير المصري مكلضم، يعني هي طول الوقت بتبصله هو متجاهل النظر ليها ومكشر طول الوقت، صح. بينما هي بتبصله طول الوقت واحيانا خارج الميكروفون لان بتغلق الميكروفونات بتعلق على ما يقال، وطبعا استخدمت سقطاته بذكاء، يعني منها الخزعبلاية بتاعت ان المهاجرين دول بياكلوا القطط والكلاب بتوع الامريكيين. دي قصص منتشرة في السياق الامريكي، فكرة المؤامرة منتشرة جدا، احيانا يطلقون على العرب انهم سكان المؤامرة وانهم بيستريحون بسبب ضعفهم للتفسير التآمري، وفي شيء من ذلك. لكن في امريكا ايضا فكرة المؤامرة من اول الكورونا، هو في كورونا ولا لا، الى دلوقتي. فقد تؤثر ايجابيا، ترامب له قاعدة ثابتة راسخة لا شك في ذلك، تساوي ثلث الامريكيين الناخبين على الاقل، خاصة في اوساط الناخبين البيض الذين يحسون ان اوضاعهم تراجعت جدا بسبب تزايد الهجرة من موارد ملونة، وان امريكا الواسب ده اللي هو الانجلو ساكسونز دول والبروتستانت وبتاع بيتراجع تأثيرها، نزل من 70% الى حوالي كام 50%. ففي نفس الوقت في اعداد هائلة من هؤلاء البيض لا يكملون تعليمهم الجامعي. كويس. فترامب يعبر عن نزعة التفوق الابيض الجريح، وفي نفس الوقت المتعالي على الاخرين. ومن ثم فان كل الكلام هو ترامب هي حاولت طول المناظره، وكان هذا ذكاء من مخطط المناظره، استفزازه عشان يغلط اكتر. هو طبعا واضح انه استمع لبعض نصائح مستشاريه، توقف عن السباب، فنزع منه سلاحه لانه لا يملك الحقيقه غير السباب. الـ 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 الاداء عموما في الموضوعات المطروحة من أول المهاجرين إلى الاقتصاد إلى الإجهاض إلى الرعاية الطبية إلى المشهد الدولي، كانت طبعا واضح جدا أنها كانت هجومية حين وصفته، قالت له أننا حين ألتقي بالقادة الأجانب فبيضحكوا عليك ويسخروا منك، فلا لا في واحد، وطبعا ده كشف خوائه، اسمه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، امتدحني وقال لي لو كنت موجود مش كانش يحصل حاجة من دي يعني. طبعا وصل الأمر إلى ذروته حين اقترب النقاش مما يخصنا في القضية الفلسطينية، فقال له ببساطة أنت بتكره إسرائيل، وأنت لو مسكت رئاسة أمريكا إسرائيل هتنهار في سنتين. وطبعا السياسة دي بيستخدمها لمحاولة جذب التصويت اليهودي، لانه في اخر انتخابات له مع بايدن حصل بايدن على 65% من اصوات اليهود، وحصل ترامب على 35%. هو يسعى لرفع نسبته من اصوات اليهود، واصوات اليهود هنا اهميتها ليست في عدها انما ايضا في تأثير اللوجي الصهيوني الايباك وغيره، صح. في العملية كلها. لكن طبعا فهي تفوقت عليه بالنقاط لكنها لم توجه إليه الضربة القاضية، والدليل على ذلك شيئان. واحد، ان ترامب نفسه اللي قالك انا تفوقت وانا فزت وكده، بادرت حملة هاريس الى طلب مناظرة ثانية، هو تردد اولا ثم قرر عدم الذهاب لمناظرة ثانية.
فده واضح اعتراف منه بانه خلاص مش عايز يواجهها تاني. مش عاوز يواجهها تاني. انا قلت بقى اللي انا عايزه وانا كان ادائي عالي وجبار وجميل. هو لا بس طلب دعوه تانيه من هاريس ده دليل ثقه صيغه افضل التفضيل عنده في كل حاجه. وطبعا ترامب لا يمكن القول حتى هذه اللحظه في سباق الامريكي انه اصبح مؤكدا انه لن يفوز. لا في استطلاعات الراي اما متعادله او متقاربه بتقدم طفيف لهاريس مفهوم. وهذا يعني ان السؤال سيظل معلقا خاصه ان الفئات الصغرى في التصويت كالعرب الامريكيين اصبح لها تاثير لا زال قائما الى الان خاصه في الولايات المتارجحه. وفي الولايات المتارجحه اغلب اقل اصوات العرب الامريكيين تذهب الى ترامب، اصوات التي تذهب الى هاريس متوسطه. وفي مرشحه اخرى طبعا مرشحه الظل مرشحه حزب الخضر جيل شتاين. جيل شتاين دي المفارقه انها يهوديه بس يعني يهوديه ملحده زي ما بيقولوا وطبيبه وهي التي الوحيده التي تتحدث عن حرب اباده جماعيه في غزه. ففي نقاش في اوساط العرب الامريكيين خاصه ان لهم سوابق كبرى في التاثير الفعلي على التصويت حوالين هل تذهب اصواتنا لهاريس التي عبرت بصوره افضل من ترامب عن مش عارف وقف اطلاق النار حل الدولتين الى اخره ام تذهب الى جيل شتاين. طبعا الذين يقولون دعونا نرسي قاعده للمستقبل يذهبون الى جيل شتاين التي تبنى القضية الفلسطينية بالكامل. بس انا تعتبر ان ده هدر الاصوات واخرون يتحدثون بنفس المنطق ان هذا هدر الاصوات وهي مش هتنجح اصلا. طبعا معروف انها لن تنجح. كل مرشحي حزب الخضر تاريخيا يترشحون ولا ينجحون ولا يكاد يسمع بهم احد. لكن لا زال النقاش قائما. النسب في الاستطلاعات العرب الامريكيين لا تزال الى الان ده لو حصل حاجه بتقوله ده وتفتيت الاصوات ما بين هاريس وشتاين سيفوز ترامب او سيستفيد ترامب. في فرصه طبعا في فرصه لان يستفيد لكن هو لن يستفيد من اصواتهم زي ما قلت لحضرتك قبل كده. في الولايات المتارجحه دي عدد اصوات بسيط يؤثر. في جورجيا 10,000 صوت نجحوا بايدن مقابل ترامب. الـ 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 الاصوات العرب الامريكيين ليست كثيره يعني تتراوح كتلتها النشطه من 700,000 الى الكتله الكامله حوالي 1,000,000. فالمليون صوت اذا وجهوا توجيها صحيحا بيؤثروا طبعا أكيد. لكن احنا اذا بالجمله ظاهره تساؤل لم يكن مطروحا في اي وقت سبق خلال تاريخ الانتخابات الامريكيه. الصوت الفلسطيني له اثر عندنا؟ لا له اثر. اصبح التسليم متزايدا في اول مؤتمر انتخاب الهارس بعد المناظره كان فيه هذه الاصوات لانها غالبا بتبقى قريبه من الحزب الديمقراطي يعني ثارت عليها وكذا وهي رجتهم ان تشرح وجهه نظرها. هي في موقف دفاعي حريصه على هذه الأصوات خاصة في الولايات المتأرجحة التي لا تظهر استطلاعات الرأي حتى الآن فوزا حاسما أو إمكانية فوز حاسم لأي منهما في أغلب الولايات خاصة في بنسلفانيا وويسكونسون وميتشيغان حيث تتركز الأصوات العربية. شرفت ونورت ودايما بنسمع بنستفيد وبنستمتع بكلام حضرتك يا دكتور ونلتقي مساء الاثنين القادم ان شاء الله على خير. شكرا لحضراتكم. خلصت فقرتنا وخلصت كمان حلقتنا. غدا يوم جديد.